يا مساء الفل عليكم. احلى سهره لما بتسهر مع ناس بقالك كتير ما شفتهمش، بتقعدوا بقى تحكوا وترغوا وتفتكروا مع بعض الحاجات الحلوه بتاعت ايام زمان. النهارده معايا اتنين حبايبي جدا وحشني جدا جدا، وهنبدا باول واحد فيهم معانا، النجم الكبير اخويا وحبيبي محمد رجب. ازيك يا حماده؟ حبيبي ازيك؟ اخبارك ايه؟ تعال اتفضل جنبي هنا. مساء الفل يا شباب. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. وحشنا والله. حبيبي وانت وحش الناس كلها، بقالك كتير ما بتطلعش برامج ولا حدش عارف اخبارك ولا بيسمع حاجه عنك. اه. وبقالنا 10 سنين ما شفناش محمد رجب في التلفزيون في الشاشه الصغيره. 10 سنين من بعد ادم الشرقاوي شفناك طبعا في علامه استفهام وكسرت الدنيا. طبعا شفت المسلسل علامه استفهام. ايه بقى الاختفاء ده مقصود، ولا انت ما كنتش حابب تطلع على الفتره اللي فاتت، ولا انت كنت بتتقل علينا، ولا عشان توحشنا، ولا كان ايه اللي مش للدرجات؟ لا هو ما كانش مقصود طبعا، بس هو يعني تقدر تقول جات عليا فتره كده انشغلت بالسينما اكتر، وكنت حريص ان كل فيلم في السنه، وبعد كده ابتدت صناعه الفيديو تتطور وتتغير كتير، ما كانش بيجي لي ورق يناسبني، وبعد كده بقى في سوء حظ العشر سنين دول كلهم لغايه ما الحمد لله ربنا وفقني. سوء حظ في ايه بالظبط برضه؟ سوء حظ مثلا الورق بقى، يا اما الورق مش مظبوط يا اما المشروع ما يكتملش. وبعد كده جت فتره تانية بقيت مش عارف هعمل ايه، كل الناس عملت كل حاجه. بيتعمل اكتر من 30 مسلسل في السنه في 10 سنين، يعني في مفيش موضوع. بس عايز اقول لك حاجه، يعني كل تاخيره وفي اخيره. الحمد لله انت صبرت صبرت وقعدت 10 سنين بعيد عن التلفزيون وبعيد عن الجمهور الحلو بيتفرج عليك، وفي الاخر نزلت لنا بقنبله كسرت الدنيا. الناس ما كانتش متفاجئه بمحمد رجب ان هو عمل حاجه حلوه، ان احنا عارفين انك بتعمل دايما حاجه عظيمه، بس المره دي كان شكل مختلف عليك تماما. يعني انا بصراحه برضو لما اتفرجت لقيت ان انت عامل سكه فيها سسبنس وفيها حاله نفسيه. يعني حتى لسه كنت بقول لك، انا كنت شفتك وشك فعلا كان فيه مش عارف، هل بقى ده القسى بتاع ال10 سنين اللي فاتوا ولا ده ايه؟ يعني ده كان حقيقي ده على بس كمان دور المريض النفسي ده دور شائك جدا. سنه زياده يا افوار وضياع، افوار تبقى مش حقيقي، وسنه تحت. وبعدين في نفس الوقت كان عندي مشكله كبيره ان انا في عالمين، وانا في المستشفى وانا بره المستشفى. كان المفروض اركب باروكه وده، قعدت فتره كبيره جدا اصنع في الحاجات دي هاند ميد، وفي الاخر خالص حسيت ان لو في حاجه اتلزقت مش حقيقيه هيفسد بالنسبه لي الدور. فربنا في حاجه اتركبت ولا كله كان لا طبيعي؟ لا كان حقيقي، معرفتش. صدقني كانت تالي اطول من كده شويه، كانت بس كنت بعملها عكس عشان تديني بتنفشها. انفشها واصرحها وانا داخل الشخصيه دي. وسمع ان انت كمان اتعلمت الساكسفون. كان لازم ده فعلا، يعني انت اللي كنت بتلعب في الحاجات. فعلا انا كنت ناوي اقضيها كده عادي، وياما بشوف ركب صوته وبتاع وتمام الحركه، احنا صوابعنا والشغل ده بلاي باك وتمشي. طب تعالى نشوفك وانت بتعزف كده. مريم طلعت مطربة، مريم فاجئتني. ايه ده انت فعلا؟ والله؟ جدا. لا يعني المزيكا دي كلها انت اللي لعبها فعلا؟ كلها. مفيش حد. وكان في حفلة عندنا في حلقة 10 برضو، بس دي كان موضوع تاني كبير بقى. ومريهان هي اللي بتغني فعلا؟ مريهان بتغني بس صوتها حلو فعلا برضه. فاجئتني جدا. ده انتوا كل حاجه كانت حقيقي ساعتها. احنا حقيقيين جدا. انتوا حقيقيين. عشان كده المسلسل طلع حقيقي. الحمد لله. يعني مش حقيقي ان انت تعبان نفسيا، لا بس الحاله كانت ماشيه حلو. لا حاجه كانت ماشيه حلو. وسميح بصراحه كان عامل، سميح النقاش ده كان مفضل برضه. واسلام حافظ. اسلام كان عامل صوره. راجل مؤلف عبقري، وسميح فاجئنا مخرج عظيم. لا عملوا حاله وعملوا مود، والصوره كانت ماشيه مع المود بتاع المستشفى، والصوره تحس ان هي مزرقه في رمادي. عامل حاله حتى اللبس بتاع المسلسل. مدير التصوير عمرو فاروق
دي يعني ربنا وفقنا بمدير التصوير عمرو فاروق بصراحه، عاملين صوره ومود وهيزي كده في الصوره، مخلي المود بتاع المستشفى لوحده يخليك مصدق الحاله. يعني وانت حتى جوه المشهد بتحس بالاضاءه بتدخلك في مود بالظبط. طبعا كل حاجه بسيطه في الشغل بتكمل بعضها بتدخلك جوه المود العام. انا عايز اقول لك بس اول حاجه قبل ما نبدا بقى ونخش على الساره بتاعتنا الحلوه، انا ببارك لك على علامه استفهام ونسمع تحيه كبيره لمسلسل علامه استفهام. شكرا جدا. مش عايز بقى اروح معاك لبعيد ونقعد نكبر بعض والحاجات دي. اوكي. السهر زمان كان مختلف عن السهر دلوقتي عند كل الناس، حتى لما بنقعد احنا نحكي ونتكلم مع بعض تقول يا اخي زمان السهر كان حاجه تانية، الوقفه في الشارع كانت حاجه تانية، الصحاب زمان كانوا موضوع تاني، حتى الاماكن اللي كنا بنسهر فيها زمان كنا بنتبسط باقل حاجه، يعني ممكن نتجمع كلنا ونقف في الشارع عند كشك يعني وسهرانين مع بعض، نتجمع في شقه صاحبنا واحد صاحبنا ونبقى برضه مبسوطين، بنلعب بلاي ستيشن زمان او الكمبيوتر زمان اول ما طلع وكنا مبسوطين. احنا كان عندنا ميعاد بنتقابل احنا وشلتنا كلها، كان نتقابل عند الشجره. كانت شجره عاديه جدا بس كان كل مواعيدنا شجره في شارع معين، يعني شجره على نص الشارع بتاعتنا احنا بنقف كلنا فيه. كانت من امتع الحاجات. دي فين؟ انت منين اصلا؟ في الجيزه. من الجيزه. من امتع الحاجات اللي كنا بنسهر بتقف عند الشجره بس ما تعملوش حاجه خالص، تطلبوا وتروحوا تجيبوا اكل وتقعدوا مش عارف، مفيش يعني مفيش حاجه. وفقرات بقى يعني يعني برضو الفن برضو كان موجود من زمان يعني يعني هرتله كده بس تمام يعني. بس عايز اقول لك ان السهره دايما ما بتحلاش غير بالغنى والمزيكا عشان القعده تبقى كده دمها خفيف ولطيف. طبعا النهارده معانا بقى مطربه عايز اقول لك هتبهرك، معانا صابرين. تحيه كبيره صابرين. صابرين حبيبي
والله عندنا في مصر ناس جامدين جدا طبعا. شوف صوت عامل ازاي، دي عظيمه، موهوبه جدا يعني. وطبعا ام كلثوم متهيألي الوحيده لما بتسمعها في اي وقت هي بتركب في اي مود انت عايزه. بالظبط. لو انت متضايق بتسمع ام كلثوم، فرحان بتسمع ام كلثوم، عايز تقعد لوحدك تسمع ام كلثوم. يعني الحاجه الوحيده بتقعد اي وقت تسمع ام كلثوم فيها بتبقى مبسوط. بالظبط. بس انا سعيد ان احنا عندنا حد زي صابرين، عندنا مواهب. لا بجد شجع عظيمه. لا بعد الغنى الحلو اللي احنا سمعناه ده بقى، معانا دلوقتي واحد مش عارف اقول عنه ايه بصراحه، ألذ واحد في مصر وصاحب كل الناس واجدع واحد في مصر، وتشوفه في اي حته لازم تقعد معاه ما بتزهقش منه، واخف دم وبطل العالم في الطاوله. بس انا هروح اجيبه عشان هو خايف يخش، انا هروح اجيبه لكم عشان هو بيتكسف قوي يا حرام. تعال تعال ما تخافش، تعال تعال تعال. ها. مش عارف اقول عنه ايه تاني بصراحه. بالجرام سليم الانصار. بحبك قوي وعشتني. وانت كمان والله العظيم يا جماعه، احلى والذ واجدع واحد في مصر ودايما في ظهر كل الناس، وما تلاقيش حد بيختلف على ادوارد. حاجه كبيره لاخويا وحبيبي ادوارد. انت اللي اخويا والله وحبيبي، واجدع يعني فنان قدام الكواليس وخلف الكواليس يا حبيبي. اشتغلنا مع بعض مسلسل واحد، بس عايز اقول لكم من المسلسل ده ازاي اكتشفت كل الانسانيات موجوده في امير كرارة. يا حبيبي تعالى نعرف دلوقتي كل حاجه. بس بقى سيبك من كل الكلام ده، معانا في ظهرك واحد بقى نجم النجوم، حبيبنا واخونا محمد رجب. حبيبي انت رجب، علامة استفهام. علامة استفهام يا عم. على الأقل على الأقل احنا عاملين كل واحد فينا مسلسل مش ثلاثة. طب استأذن انا بقى. تعالى ما تخافش، تعالى قرب. قرب كده جنب محمد. اقعد فين؟ كده حلو كده. طب تعالى شوية جنب محمد. برضه؟ تيجي شوية. ما تخافش. قاعدين مع بعض احنا أصحاب. هفضل أزق كده بس. اركن بقى هنا. أنت خايف من رجب؟ خايف من رجب شكلك. لا رجب ده صاحبنا. ده عشرة. أنا بخاف مع بعض قد كده. أنا بخاف من رجب في حاجة واحدة بس. إيه بقى؟ بلاش. ثقافته. مثقف قوي ولا إيه؟ كل مرة أجي أقعد أتكلم معاه خمس دقايق وأروح منه ما بفهمش أي حاجة. تفهمش حاجة. بس هو المهم يبقى هو فاهم. هو بيتكلم. لا هو فاهم كلام بسيط. مفيش عميق ولا حاجة. والله العظيم بيتكلم يعني اشتغلت معاه فيلمين قبل كده. الكلام العميق من الفيلمين يعني. وبعدين كنا ساعات بنقعد مع بعض في الكرفان يعني خمس دقايق بس، احاول اركز اركز اركز، فجاه توه اروح سايبه وكمل. في المسلسل بكلمه في حاجه كده وبتاع فبيضحك، قلت له لا ما اقول لك حاجه، مش هينفع طول مش هينفع طول الوقت حواري معاك انك انت يا بتتامل يا اما بتسرح يا بتضحك. لا ما هو هو ده ادوارد. هو ده ادوارد. والله العظيم يا امير ما بفهم حاجه منه. بس انت ده يعني هو كلامه كلامه كبير وبجد وعميق فهمني، بس عايز حد فلسفي بقى. والله يا مش احنا. والله لا خالص احنا ادفع من كده بكتير. انا مش عايز اديك امثله عشان ما اضيعوش. لا لا اديني امثله. لا لا اديله حته بقى. اديله حته. اديله حته صغيره كده يعني. دي لاخر حوار كان حصل بينك وبين ادوارد مثلا في الكاركتر يعني، كان بيكلمك اللي هم الثلاث مراحل دول اللي في الاخر مش عارف المرحله اللي هي ايه؟ اللي هي الدكتور النفساني في اخر مرحله بتروح في حته. لا انا بيكلمني عن الشخصيه فبقول انا درستها ازاي. موضوع مش عايزين نزعج الناس. لا بس معلش هي الحته دي. تعال نشوف بس احنا هنفهم ولا نطلع برضو زي ادوارد. ده موضوع علمي جدا هيضايقكم. لا قولوا قول علمنا حاجه. قول والله انا نفسي اضايق كل الناس اللي قاعده. اشمعنى انا اتضايق لوحدي؟ اشمعنى اتشل لوحدي يعني؟ ها قولوا بقى وجهه النظر دي. مش وجهه نظر، ده علم. الموضوع يا سيدي بقول له الشخص العادي، اي احنا الشخص العادي بيبقى عنده وسوسه بسيطه طبعا، بتفرق من شخص للتاني، ممكن بتزيد الوسوسه دي لغايه وسواس قهري. من الوسواس القهري بتوصل للذهاني. مرحله الذهاني دي ما بصلوش عشان نعرف نتكلم مع بعض. المرحله دي اخر مرحله دي كانت ايه؟ الذهاني. ذهاني زي السلم. دي ذهاني. الذهاني ده بقى الشيطان بيوصل لمرحله بيخلص ان هو يتحكم في افكارك لدرجه ان يوريش يا ابني. ما انا فاهم. هو يوريه. انت فاهم الذهاني يعني؟ انا لحد ذهاني تمام. يوريه حاجات مش موجوده ويسمعه حاجات مش موجوده ويسمعه كمان فبيخلق عنده حته اليقين باي شيء يفترضه الشخص. وبس يعني مش عايز احكي لك بقيه الحاجات. لا موضوع صعب. لا وبعدين انت بتتكلم فعلا مع الشخص الغلط.
انا مش بتكلم في ادوار انه غلط، لا يعني كلنا، يعني انا زي ادوار ما بحبش اشغل دماغي، وبالذات في الحته دي عايز اقول لك انا ما بحبش ادخل فيها جدا، لان انا حصل لي فعلا هو بيقوله على فكره، يعني جت فتره كده الموضوع ده ابتدى يركب في دماغي ويجالي فوبيا من المرض والخوف، فابتدى الشيطان بقى يركب جوه دماغك، فابتدى هو اللي يحركك ويخليك تشوف حاجات هي مش موجوده طول الوقت. بالزبط. بس الحمد لله ما وصلتش لمرحله ان انا بقيت بسمع حاجات. تعال نشوف مشهد انت كنت عامله برضو في المسلسل، مشهد الانتحار ده كان مشهد طبعا عظيم. هذا العالم الغريب المليء بالالتباس بل بالرعب احيانا، نبحث عن تحقيق السعاده وقد نختلف في وصفها او مضمونها، كل منا يرى السعاده من زاويته الخاصه، ولكن السؤال هنا، من منا سينجح في تحقيق السعاده؟ قد نسير في طريق طويل مجهد للغايه، راغبين في الوصول للسعاده من خلال هذا الطريق، وهنا سنجد المفاجاه، انها التجربه المريره والاكثر قسوه في حياتنا، انه ليس الطريق المؤدي الى السعاده بل خدعه جديده من خدع الدنيا لنا، اكذوبه اخرى من اكاذيب الدنيا، خدعه نبنيها بانفسنا وباختيارنا، اعتقادا منا بان ذلك ما كنا نتمناه ونبحث عنه، وتظل علامه الاستفهام حائره بين رؤوسنا، ما هي السعاده وكيف نصلها؟ نطت احمد السقا. ده انت خليت ادوار ينتحر. لا دي نطت احمد السقا. ما ده انتحار. لا بقى شايف ايه التمثيل ده يا عم؟ عبقري. ده ليه بقى؟ تمثيل بقى. مرحله ثانيه بقى. لا انت السنه دي عايز اقول على حاجه بصراحه، يعني الفتره اللي فاتت ادوار كان في الجد فاجئني جدا. لا بص هو ادوار طول عمره ممثل عبقري وبيعمل ادوار طبعا مختلفه حلوه جدا، بس السنه دي بالذات انا سامع كلام حلو جدا وببقى فرحان وانا بسمع عنك الكلام عشان بقيت عميق. اسمعني والله هو العمق اللي جاي عمق عندك ولا عمق؟ لا بس هو عامل مثلا اقول لك على حاجه، يعني هو عامل ثلاث ادوار السنه دي ثلاثه مختلفين، يعني عامل في ولد الغلابه صعيدي وبتاع وبخيل وموضوع ثاني خالص، وطبعا الناس كلها انت شايف بتتكلم عنك ازاي في الفتره دي. حلو قوي الحمد لله. وحكايتي طبعا طلع جراند. انا سامع ان انت كنت هتعمل دور غير ده في حكايتي. وفي حكايتي في حكايتي كان لما قعدت مع الاستاذ المخرج احمد سمير فرج كان الفكره ان بيقول لي تعالى بقى نلعب نغير ادوار من ايه نخش في مرحله الجراند بقى. فكان عارض عليا دور ان انا اعمل ابو ياسمين صبري. لا اللي هو عمله الاستاذ جمال عبد الناصر. فطبعا انا طولي بيني وبين ياسمين يعني صعب قوي ان انا ابص لها فوق كده اقول لها يا بنتي، فالموضوع هيبقى صعب. الهيبه برضه هتتهز. ويعني حسيت ان يعني وانت بتقرا وانت مش صعب. حاسس صعب. فخلاص طالما انت وانت بتقرا مش حاسس. لا بس قريته يعني يعني الاول فكرك فوصلنا ان احنا وبعدين نسال الناس هل انا لو عملت ابو ياسمين صبري قالوا لي هتعمل مسلسل كوميدي ولا شفت ده على طول مش بيقتنعوا. لا لا مفيش حد كويس ان فقعدنا نفكر لحد ما قلنا لا احنا الخال وارد جدا يبقى زي ما الخال والد الخال وارد بالظبط. لو عمل العم ده عملت عملت عمها بقى الصغير اللي هو اخويا احمد مش عمها الكبير واخويا الثاني جمال عبد الناصر يناسب اي سن يناسب أي سن. اي سن بس انا كنت عايز اشوف نفسي في مرحله ان انا يبقى عندي ابن كبير وعيله وابني عايز يتجوز ياسمين صبري هل الناس هتتقبل ده ولا لا؟ فالحمد لله شفت نجاح انا ما يعني انا نفسي مخضوض منه لحد لا السنه دي انا شايف انه يعني ربنا كرمك وكرم محمد اخر كرم الحمد لله. تعال نرجع شويه بقى بالزمن اللي ورا كده تعال افكرك بحاجه اهو لا لان نرجع هنا اوكي الله الله ده منظر ايه ده انا عشقت ده كان من كام سنه يا ده من زمان قوي خمس سنين كنت تخيل كنا في الحمام هنا المشهد ده صح كنا عاملين مشهد حلو قوي خمس سنين تقريبا من احلى المسلسلات لو كان شكلك اول مره الشكل اختلف كمان شكلك اختلف واول مره كنت البس فلاحي كده والبس شكلي كده تعال نفك بقى القعده كده ونسمع حاجه حلوه ايه رايك يا ريت يلا ما سمعتش انت صابرين بقى صابرين بص بقى اتفرج على الصوت الجميل هتسمعيني يا صابرين انا بفرش في الاول هسمعك اغنيه بتاعتي وان شاء الله تعجبكم يعني اسمعي بتاعتك انت اسمعي يا صابرين اسمعي ايه عندك قلب عندك قلب عندي يا ماما يلا عندك ادور عندي يلا يلا
عندك قلب، عندك روح، عندك عقل يشوف النور، حس بقيمة حبك، حس اسمع صوت قلبك بس، مهما يكون جواك إنسان مكسور، انت الأقوى، هد اليأس وعدي السور، قلبك نور، عندك قلب، عندك روح، عندك عقل يشوف يا صابرين الجمال ده، صوتها جميل. صابرين نجيلي صح؟ اه نجيلي. النجيلي مصريه؟ اه يا اه والله نجيلي دي اصلا مش لا لا مصريه ابا عن جد. انت منين يا صابرين اصلا؟ انا اصلا من البحيره دمنهور. اه وبعدين اشتركتي في عرب ايدل صح؟ اه. ايه اللي يخليكي ترجعي تاني خطوه لورا وتخشي برنامج اللي هو زمن الفن الجميل؟ اشمعنى؟ والله انا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش يعني. انا الحمد لله صح؟ بقيت مطربه في الاوبرا ويعني عملت جماهيريه كويسه. بقى عندي جمهور يعني؟ اه ما اعرفش. انا يعني قررت ادخل لان كمان عجبني فكره برنامج الزمن الجميل اللي هو اغاني قديمه بس. واول مره يتعمل فحبيت ان انا اشارك يعني. قلت خطوه مش هتخسر حاجه وانا لسه صغيره اجرب يعني. طب انت رجب سمعتها غنت اغنيتين، واحده من الزمن القديم وبتاع زمان وواحده اغنيه بتاعتها، ايه رايك انت فيها؟ انا حبيت الاغنيه بتاعت ام كلثوم. حبيت ام كلثوم؟ اه. يمكن الثانيه عشان مودها هادي زياده عن اللزوم. اه
وده ام كلثوم فيها برضه مساحات صوت فبينت ما حدش مساحه ثالثه دلوقتي مختلفه تماما يعني استعرضتي اكتر بصوتك فيها يمكن دي برضه الاغنيه بسيطه يعني طب انت بصي معاكي بقى راجل موسيقار قديم مطلع بصي اجيال مطلعهم فين مطلع اجيال ادوارد سمعيه بقى حاجه وهو يعمل لك فيها دلوقتي ايه استاذ حلمي بكر في نفسه كده يلا ايه رايك اعترض طلع حلمي بكر يلا Yeah.
ايه موضوع بقى البند اللي انت رجعت تشتغل فيه تاني ده؟ طبعا انا سبت المزيكا. ناوي ترجعه تاني؟ هو الجيبسي بتاع زمان، جيبسي كينج ادوارد والجيبسي. اللي كنت ابتديته سنه 95 لحد 2004. قلنا نرجع يعني للجيبسي ده، وبعدين الايجلز رجعوا عملوا اوتيل كاليفورنيا من اول وجديد. ادوار والجيبسي مش هرجعوا وعمل حاجات جديده. بص انا عامل نفس الستايل اللي كنت بلعبه كمان. بس انا بشوف في بيروت لما وانت مدمن بيروت. لما بروح اماكن بطل العالم في بيروت على طول هناك. زي الميوزيك هول بسمع المزيكا هناك. انا كل ما خرجت بره الموضوع ما تغيرش الموضوع. دخلت ما تغيرش الموضوع، خايف تيجي زي بيروت الرجاله تخاف. طب ما انت ملك بيروت. لا رجع تاني. ما بروحش انا كل فين وفين. هنرجع تاني. لا محمد رجب بقول لك ايه، ده انا كل ما امشي في الشارع بالصدفه الاقي يدور ده هناك. هناك ادوارد. انا واخد رجب بعد رمضان. اشهر مصري هناك ادوارد. انا سبت له نفسي فرحان قوي. لازم تاخدنا معاك. طلع رشدي اباظه تخيل هناك. طبعا ادوارد اباظه هناك مبهدل الدنيا. المهم 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 المزيكا هناك واخده ستايل كده معين، فقلت ليه الحاجات دي ما تتطبقش في مصر؟ فعملت شبه المزيكا اللي انا بسمعها. المزيكا الغربي ممتزجه بالشرقي، وازاي ندخل فيها الفلامينكو والمزيكا دي. ايه الاغاني الجديده اللي بتنزل معاك بالساكس؟ انت هتاخد ساكسفون بقى بتاع تنزل معاه بالساكس. تنزل معاه بقى. تعال نرجع شويه بقى بالزمن اللي ورا كده، تعال افكرك بحاجه. ده الجيبسي القديمه. يا نهار ابيض شكلها قديمه كده ليه يا ادوار؟ انت من ايام الابيض واسود. انا كنت برضه قلت هو ايه ده؟ كيلو ميك اب يا بابا، كيلو ميك اب. هنا طالت سنين، هنا دبل الحنين. بعد عني بعدت فيا، انا مستني حس بيا. ابعد ليه ده انا بحبك، والله قلبك غالي عليا. هتروح من قلبي فين؟ ايه الحلاوه دي؟ لما كنت بتشوف بقى ايام زمان كليبات بقى من زمان وانت صغير وبتاع، تزعل بقى ولا بتبقى مبسوط؟ لما بشوف كليباتي هو زعل، قال لي حاجه كده. هو مقهور دلوقتي. قال لي كيلو ميك اب. كيلو ميك اب كان ميك اب اوفر قوي زمان، معرفش ليه. يعني هو الميك اب بس ده. لا والمايك لون التيشيرت اصفر. ماشي ميرو. لا واللبس كان يعني بس دي كانت موضه زمان. دي كانت انا كنت على الموضه لحد النهارده. القميص اللي كان فيه شمس ده، هو القميص بس ده كان خارب الدنيا. القميص ده التيشيرت الصفر والبنطلون الاحمر، الدنيا كانت هيصه. اللي عايز حاجه زمان يعملها، عايز حاجه يعملها. اللي عايز حاجه زمان بقى طبعا، واللي هات الكبيره واللي شارلستون التاريه. الحمد لله ما حضرتش انا الايام دي. انا كنت لسه في ابتدائي. كنت صغير. انا كنت مسافر. انا كنت في مصر. تعال نسمع حاجه قديمه. يا ريت بقى. هيرخ نسمع حاجه الورده. يا صابرين ايه الورده حلو؟ هنقول لك بتونس بيك. حلوه؟ لا اكذب عليك. هو ادوارد عايز اكذب عليك. اكذب عليك. اكذب عليك عندك؟ اكذب عليك؟ بتونس بيك حديثه. يلا. عايزين نسمعها ادوارد يا جماعه. اكذب عليك. يلا يا ادوارد. اسمعوا محمد رجب بقى، اسمعوا رجب يا جماعه. معاك انا. انت شاوري له بس على الدخول. لا مع بعض. بص هي هتشاوري. ركز ركز عشان اشوفك دلوقتي. انا جاي لابس
شيبسي وانا اهو. بقول لك ايه، تعالوا بقى نقعد يلا ونسمعها هي بقى على نظافه عشان يعني عشان اللي حصل ده يعني جريمه. عندك حاجه ترمزي كده تاني؟ يلا يا صديقي نسمع بقى. النهارده معانا بقى في سهرتنا الحلوه دي بطله عظيمه، انجازات ما حصلتش قبل كده ما شاء الله. ايه ايمن عباس، ازيك يا ايه؟ الحمد لله تمام. إيه؟ الحمد لله. احكي لنا بقى عن مشوارك المليان جوائز وسامع كاس عالم وموضوع كده وانت قمر كده. ثانك يو ميرسي. قول لنا بقى حكايتك. اولا اسمي ايمن عباس، كابتن منتخب مصر السباحه البارالمبيه، بلعب سباحه بقى لي 13 سنه. عندي 18 سنه او 19 الا شويه. ماشيها 18. ماشيها 18. انا بلعب في المنتخب من 2014، دخلت المنتخب في 2014، من وقتها ابتديت العب دولي، بلعب محلي من 2008. الحمد لله دخلت اول بطوله دوليه ليا 2014، بعد كده اتاهلت منها لبطوله العالم 2015، كنت اول اصغر بنت في تاريخ السباحه البارالمبيه في مصر والوطن العربي توصل لبطوله العالم، كانش في بنات بتتاهل وقتها. الحمد لله، ومن وقتها جبت رقم مؤهل لأولمبياد ريو دي جانيرو الحمد لله، دخلت أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكنت أول وأصغر بنت تسافر بارالمبياد في مصر أفريقيا والوطن العربي، وكنت عندي 3 أرقام وما زلت عندي 3 أرقام الأفريقية باسمي الحمد لله، ومنها من الأولمبياد جبت الرقم المؤهل لبطولة العالم اللي بعديها اللي هي كانت في المكسيك 2017، والحمد لله 2017 جبت أول ميداليتين في تاريخ السباحة المصرية والبارالمبية في السباحة بعد كابتن فريدة. فريدة عثمان جابت ميدالية، أنا جبت ميداليتين الحمد لله، واحدة برونز في 400 متر حرة وواحدة فضة في 100 متر حرة. ده إيه كل ده؟ الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. انت كمان خدت وسام الجمهوريه صح؟ وخدت وسام الجمهوريه من الدرجه الثانيه وقت ما خدت ميداليتين في بطوله العالم في 2017 في المكسيك. وعملوا لك فيلم كمان عن قصه حياتك مثال. عملت فيلم كده قصير 3 دقائق والحمد لله خد الجولدن اويد في فيلم فيستيفال في لندن، لسه واخده. حتى الفيلم خد جايزه. حتى الفيلم. احنا هناخد جايزه ان احنا قاعدين ان شاء الله يا رب باذن الله. اكيد شايف جوايز قد ايه يا ادوارد؟ ما شاء الله. طب 2020 دي فيها حاجه ولا ايه؟ اولمبياد. ايه رايحه؟ يا رب ان شاء الله، يعني لسه اهو بجيب الرقم المؤهل وبجمع. يعني هم دلوقتي بيختبروكي في الحاجات دي دلوقتي؟ لا مش اختبار، احنا من كتر السفريات بنجمع نقط بالظبط واحتكاكات، فمنها بقى بتاهل لطوكيو. طب يعني والدنيا شكلها رايحه في حته كويسه ولا؟ يا رب ان شاء الله، دعواتك يا رب خير ان شاء الله. حاسس انه هنشوفك 2020؟ يا رب ان شاء الله ان شاء الله، انا متفائله يعني بالذات في السفريه الجايه دي يا مسهل. وفي حاجه غير السباحه ولا السباحه بس؟ وجامعه. بس لا قصدي كرياضه، هو انت بتلعبي سباحه؟ لا لا بس. هي سباحه بس بلعب اي سيشن. انا اي سي اول سنه بزنس ميجر وماينر ثيتر.
ايه ده مسرح؟ ايه؟ تدرس مسرح؟ مسرح كمان. مسرح بدرس ميجر بزنس وماينر ثيتر. برافو عليك. ايه رايك يا رجب في المشوار؟ برافو عليها طبعا. طبعا 18 سنه على الانجازات دي. لا يعني غير كده ان عندها وقت وعارفه تنسق الوقت وعارفه تنجح على مستوى الدراسه وعلى مستوى الرياضه. برافو عليها بجد والله. شابو. ربنا يخليك بجد. حاجه جامده. ايه رايك كده؟ انا 18 سنه وكنت هبتدي افكر اعمل ايه لسه. لسه هبتدي من بدري ما شاء الله. بس ما تخلصيش بقى بسرعه. لا يعني يا رب ان شاء الله كده بقى. انا بقول حرام بعد ما عملت 13 سنه ان انا اتعب واجي اقعد واكسل. 13 سنه لسه فيهم حاجات انا لسه عايزه اوصل. لسه ما حدش جاب ميداليه في الاولمبياد. يا رب يا مسهل في يوم من الايام اجيبها. يعني حلمي ان شاء الله ان انا في الرياضه طبعا اعمل حاجات اكتر. في حد زيك او في سنك وصل لنفس المرحله دي او معاه نفس الجوايز؟ لا في البارالمبيكس لا انا اول واحده الحمد لله. انت اول واحده الحمد لله الوحيده. انا مفيش حد تاني بعديك خالص بعديها؟ مش يعني لسه يعني الناس ابتدت تطلع. وبعد بطولة العالم وبعد الميداليتين اللي انا جبتهم الناس ابتدت تظهر والناس ابتدت تطلع وبيخشوا. بقى في عدد كبير قوي بيخشوا بطولات الجمهوريه. بتعومي ايه بقى؟ انا بعوم فري ستايل ومؤخرا بقيت اعوم بريست ستروك. الفري ستايل ايه بقى؟ يعني حره مثلا؟ الحره العادي. او في البريست مستخلاه. انا عديت على كله تقريبا. انا عديت على كله. عديت هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. لا ربنا بس الاساسي الحمد لله فري ستايل. لا ان شاء الله اللي جايه تكسري الدنيا وان شاء الله نشوفك في 2020 ان شاء الله باذن الله. رايك تعالي نسمع بقى حاجه حلوه طالما انت معانا. اسمعي ايه؟ اي حاجه. اي حاجه قديمه. انا جدا بحب ورده. هنقعد النهارده طول اليوم ورده. انا بحب كل حاجه قديمه. سعاد محمد. تعرفي عبد الحليم؟ اكيد طبعا. وعيتي عليه يعني؟ طبعا. معلش بس انت معاكي الجيل القديم كله. الحاج ادوارد. مش وعيت عليه بس انا بسمع قديم. حبيبي انت كبير اعترف ما فيهاش حاجه يعني. بيقول لك انا شايف انا بعمل جراند عادي يعني. ايه؟ انا بعمل جراند عادي دلوقتي. ممكن اطلع ابوك المسلسل الجاي عادي. تخيل. ده انا اضحك ضحك لو انت طالع ابويا دي. وتستغلي بقى الفرصه. وطول بس يعني. وتضربني بالقلم بقى ساعتها تعوض. ها؟ تنتقم. انت مش ابن. اسمع عبد الحليم؟ ماشي. حافظة حاجة لعبد الحليم يا صابرين؟ يلا عبد الحليم. هتسمعينا ايه طريقة؟ حافظة ايه لعبد الحليم يا صابرين؟ عبد الحليم. ما انا عارف عبد الحليم. ايه بقى عبد الحليم؟ اي دمع الحزن. لا جايين يا زمن بعد ايه
عايز اقول لك من كام يوم اتفرجت على صوره لادوارد ويعني صوره منزلها هو وبنته. فضحت. ليه؟ ليه ايه؟ هاني واحد. جراند جراند. اه شفت الصوره دي. بنته ما شاء الله اطول منه. اه ما شاء الله. ما شاء الله زي القمر. اه بنتي. ده بنتك كام سنه؟ 16 سنه. انا سامع انها بتغني كمان. بتغني اه فعلا. وعامله في باند برضو؟ عامله اه. ما خدتهاش معاك ليه طيب؟ والله يعني لما هبتدي حفلات هطلعها تعمل معايا هتستغلها طبعا بس صوت طبعا ها صوتها جامد جدا وهي حابه الغنى وطول اليوم بتغني في البيت وانا مش سايبها في الكارير ده لانها حباه خصوصا الغنى الغربي وبلاقي ناس بيكلموني عايزينها في حفلات اصلا يعني اه دي صور قديمه بقى دي العيله كلها دي في برشلونه دي اه طب وانت حابب ان هي تغني ولا مش حابب اصلا؟ لا 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 حابب جدا بالعكس هي تالنتد جدا يعني حابب فعلا ولا حابب اعمل ايه يعني انت لك ازاي لا لا سرقش تقول لك حابب يعني عايز ان هو بالعافيه يعني اروح اجيبها من البيت مضغوط عليه يعني قصدك يعني اه هو شكله مضغوط عليه لا لا خالص والله بالعكس بس انا مش بشجع على هي ولا ابني على التمثيل يعني هي مثلت معايا وابني مثل معايا طب ليه مش بتشجعهم ليه التمثيل عندنا انت عارف الكارير بتاعنا صعب قوي تعب يعني اه مجهود لكن الغنى كان لطيف لذيذ والغنى الغربي كمان فبالنسبه لها حته حلوه طب تعالى نسمع صوتها كده وهي بتغني That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And استعراضات كمان ها؟ يعني هي حابه بقى طب ابنك ناوي تمثيله؟ ابني بيلعب جيتار وبيغني برضه وبتاع بس هو بيدرس بقى بيدرس دراسه صعبه بقى بيدرس كمبيوتر في انجلترا فالموضوع صعب يعني اه انت ليه قلبت دراما كده وبتاع؟ عشان كلمته كأب يعني هو اصلا فاهم واخد الدنيا لطيفه و انت اللي وديته الحته دي انا؟ اه تعالوا نخرج من الحته انت تعيط خلاص ده بمسح عاري طب انت يا رجب بقى ابنك لا ابني لسه صغير عنده كام سنه سبعة. يوسف سبع سنين سبع سنين ايه اكتر حاجه واخدها منك يوسف شكلي والصفات تعالوا نشوف شكله الاول عشان نتكلم عليه يا عسل ده شبهك فعلا لا هو اللي جايب لي على فكره هو اللي جايب لك الجاكيت ده هو اللي جايب لي الهدوم كلها والله وانتوا مع بعض يعني نزلتوا بيختار لك لبس؟ كان جاي من بره فقال لي انا شاف صوره اب وابنه وعجبته فجاب لي ثلاث اطقم وكل يوم بقينا نلبس الله نخرج سوا كده حتى بص جايب شنطه زي بتاعتي بالظبط وحاططها نفس الطريقه وبعدين يشوفني وانا بتصور يقف قدامي يشوف بالظبط انا عامل ايه ويعمل زي ركز كده هتلاقي نفس حطت الايد اليمين الشمال بس هو مش عايش معاك ده مش عايش معايا بتشوفه كل قد ايه بقى؟ انا بروح له كل ثلاث سنين كل ثلاث شهور انت قلبك ده ايه ده يا عم ده؟ استنى ما شاء الله بروح له كل ثلاث شهور هو ابن اخوك ولا ايه؟ لا بشوفه كل ثلاث شهور بروح له السعوديه كل ثلاث شهور بس هو ما بيجيش مصر؟ لا بينزل كل عيد كبير يقعد 10 20 يوم بس على طول معانا وقادر انت تقعد بعيد عنه كده؟ الظروف لان يعني بس انا سكن عليا ما اقدرش اسيبه ساعه واحده اتفرج على مسلسل شاف الشغل السنه دي؟ ويبقى متابع يعني بيتفرج عليه متابع جدا طبعا مبسوط قوي طب تعالى نشوف فيديو تاني كده عم رضا قال لي ما ردش عليه وما تردش عليا ليه سالته نفس السؤال قال لي ابعد عن الشر وغني له حتى شوف بغني له ازاي شفت نمله عم لعنة لما اصحى ربنا خلوه لك يا رجب وشوفوا احلى حاجه في الدنيا تسلم لي وانت بقى ظروفك مع اولادك ايه؟ لسه صاحبهم وبتقعد معاهم وتخرج معاهم؟ طبعا ابن صاحبي ولا ليه النهار قهوه وطاوله والشغل بتاع زمان ده برضه؟ ما انا ما انت مدمن طاوله انا بحب طبعا انت عارف بحب الطاوله وقعده الكافيهات حتى اي لوكيشن بقلبه كافيه يعني. لازم انا عارف هتقول لي الطاوله دي لازم قاعد طول الوقت في اللوكيشن وشيشه لا واقول لك ايه وكان يقعد امير بقى يغني لنا فاكر كنت بغني لنا يا امير ولا مش فاكر؟ والله ما فاكر طب ايه يا امير؟ ما غنيتش لسه والله بغني حاجات قديمه كده والله ما فاكر
والله ما تغني لنا حاجه يعني. والله ما يعني ليه لا؟ والله ما مش حافظ انا مشكله انا مش حافظ والله مشكله انا مش حافظ على فكره كل الاغاني انا حافظها حافظها برضه غلط ايه مثلا يعني اي انا فاكر كنت بغني حاجات قديمه كده واحنا في اللوكيشن تسمع تسمع ايه يعني تحب تغني ايه ده ادوار ادوار تسمع ايه انت اللي عايز تجاوب يبقى محمد فوزي محمد فوزي يلا محمد فوزي يلا معلش يا جماعه نتقابلوا معانا خلينا في التمثيل متهيألي انا شايف موضوع إن البند يعني فكر فيه يعني انا شايف احنا نقفل الحلقه احسن فكر فيه لا تعالى لو عايز نقفل الحلقه والسهره الحلوه دي تعالى بقى نقفل باغنيه كده يعني حاجه بقى نظيفه حاجه الورده نسمع ورد. ورده بقى المره دي تغيير بقى ورده بقى يا صابرين نغير ونسمع فين صابرين اي صابرين هتغني يا صابرين عايزين نزيني ونمشي احنا نسمع احنا بنقول لك يلا ماشي نسمع بس قبل ما تغني احب اقول لك ان انت نورتينا جدا شكرا في القعده والسهره الحلوه دي شكرا انا مبسوطه جدا عايز اقول لك وبشكر طبعا الفرقه العظيمه العسل اللي معانا ومبسوط مبسوط جدا ان انا كان معايا النهارده اخويا حبيبي محمد رجب واخويا وحبيبي وعشره العمر ادوارد حبيبي تسلم يا حبيبي وانتوا نورتوني النهارده